بارك الله فيكم. هذا من المدينة المنورة محمد عبد الله يقول: قدم لشخص تمر من إنتاج المدينة النبوية فقال: أنا آكل من هذا التمر لا محبة له، وإنما لأن أرضها ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شك أن تمر العجوة بالذات والخصوص تمر العجوة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له خاصية وفيه شفاء بإذن الله، فيأكله من أجل ذلك لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المدينة. البركة في هذا التمر في العجوة وأنها تناقض السحر أو تمنع السحر، هذا من الأصل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، لا أسأله علاقة ببدن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من الخرافات. نعم.